الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الجمعه 15 أب أغسطس 2014. بيسعدنا رحب بضيفنا باستوديو عضو كتله التنميه والتحرير النائب ياسين جابر. صباح الخير مع الوزير. صباح الخير لك نانسي وللمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا فيك. اكيد اليوم بدنا نحكي معك بموضوع التمديد الثاني لمجلس النواب. هل نحن ذاهبون الى ولايه ممدده، ولايه كامله ممدده للنواب، اضافه الى اكيد الانتخابات الرئاسيه؟ هل من حراك بعد انسحاب المالكي في العراق من المعركة وعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، هل تعتبر بأن هذه التسوية ستبدأ بالتنفيذ قريبا؟ إضافة إلى العراق، حضرتك من رجال الأعمال الذين أيضا يستثمرون في العراق اليوم، إلى أي مدى هؤلاء رجال الأعمال مهددون نتيجة ما يجري من داعش وغيرها في العراق والمستجدات الدولية والعربية؟ لكن اسمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي كاترين حنا وموجز لأهم الأخبار. شكرا كاترين، مشاهدينا برحب فيكم مجددا، وينعد على الجميع بعيد انتقال السيدة العذراء. ومجددا أرحب بضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر. صباح الخير مجددا. صباح الخير، وبدي شاركك تنسي بمعايدة اللبنانيين جميعا بعيد السيدة العذراء، لأنه هذا عيد للجميع. تعرف السيدة العذراء هي للكل، اللبنانيين أجمعين بكل طوائفهم. ويمكن كمان بدي انتهزك بكلمتين قبل ما أبلش، أني أتقدم بالتعزي بالشهداء اللي سقطوا في مواجهة الإرهاب، وتحية لأرواحهم، وأيضا تحية للأسرى، والتمني أنه يفرج عنهم بأسرع وقت ممكن. وأيضا ما ننسى نوجه تحية لشعب غزة اللي بعتقد صموده الأسطوري إن شاء الله حيأدي لأنه ينال مطالبه، اللي هي أضعف شيء بالمطالب الإنسانية، أنه يرفع الحصار عنه. لأنه للأسف غزة حولتها إسرائيل لأكبر معسكر اعتقال في تاريخ البشرية، يعني 2 مليون إنسان في معسكر اعتقال، يعني حتى أكلهم بيدخل تهريب على البلد. فتحية لهم وإلى صمودهم وإلى أكيد نحن من ضمن صوتنا لإلك. وفي هذه الأثناء، في ذكرى شهداء الجيش قداس، يقام في الديمان، يحضره قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعلنية الشهداء يقام هذا القداس في عيد انتقال السيدة العذراء. بداية أكيد بداية مع الوزير، سوف نبدأ من هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب المتنقل في كل الدول أو في معظم الدول العربية. اليوم في خبر عن إلقاء القبض على قائد لواء أحرار السنة، أو ما يعرف بمن يشغل هذا الموقع، وهو للأسف لبناني الجنسية من بلدة الشراوينة من بعلبك. وأول تغريدة بدأت تنشرها الآن القوى الأمنية، استلمت هذا الحساب ووضعت صورة العلم اللبناني، وبدأت تنشر تغريدات عن التحقيقات مع المدعو حين حاء، وهو حتى الساعة السنس مباتة معروف، لكن مشتبه بأنه هو وراء هذا الموقع. إلى أي مدى هكذا مواقع اليوم، إذا صحت رواية أنه هو وراء هذا الموقع، وحزب الله نفى أن يكون أي علاقة لهذا الشخص به، إلى أي مدى هذه المواقع هي سبب من أسباب الفتنة والإرهاب الذي يجري؟ بالتأكيد يعني الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، طبعا الحرية الإعلامية الضخمة وحرية التواصل اللي هي نعمة من عند الله، ولكن هناك يعني، لأنه طبعا الفكر الإنساني استطاع أن يتطور بشكل مذهل. يعني مين كان بيصدق نانسي أنه اليوم تحمل تليفون بإيدك بيعمل كل هالخدمات اللي كان المهم. فهي طبعا يعني شيء مهم للبشرية أن تتواصل مع بعضها، تقرب المسافات، توصل الأفكار، توصل الثقافة، العلم، ولكن للأسف مثل كل شيء يعني في ناس بيستعملوها بشكل سيء، عم تستعمل من البعض بشكل للتحريض، لزرع الفتنة بالنفوس. طبعا إضافة مش بس من خلال التواصل الاجتماعي، طبعا زرع الفتنة عم بتم من خلال عمليات اغتيال، من خلال إلقاء متفجرات هون ولا هون. بس حتى هذا العقل الجهنمي صار أنه شخص ينتحل صفة وينتحل مذهب ويقوم بالتحريض وتهديد المذاهب الأخرى عبر، يعني وهو جالس وراء شاشة. تشوفي هيدا وين بالنهاية عند مين بصب؟ وتستغرب يكون يصب عند إسرائيل، لأنه في نهاية المطاف يعني من له مصلحة
في زرع الفتنة. ما خلينا ما ننسى نانسي انه هي مرات كثير نحن بنقرا بالتاريخ، بنقرا اذا بتقري من 10 و15 سنه حتى من 32 سنه، ما هو انحكى عن اللي بده يصير بس نحن ما بنشعر فيه الا بس يصير، واكيد اللي حكيوا عنه اشتغلوا ليعملوه ولحتى ينفذوه. اللي حكي عن خارطه الشرق الاوسط الجديد، انه تقسيم الدول العربيه، يعني حتى انا لفت لي نظري من يومين ثلاثه بمقابله الرئيس اوباما مع صحيفه نيويورك تايمز، بيحكي على انه شعوري ان حدود سايكس بيكو تنهار. يعني انه عم بتصير امر واقع، انه هيدا عم بيصير امر واقع، تقسيم جديد تماما. الحكي عن بتعرف الفوضى الخلاقه وكل الامور هيدي، ما هي انكتب عنا يعني اطروحات وتحليلات. انا من سنه انا حتى قبل غزو العراق اذا بتتذكري، بين الفتره بين ال 9/11/2001 وبين اجتياح العراق كان في فتره مظبوط، بوقت المحافظين الجدد النيوكونز نشروا فكر غريب عجيب، وفي كثير مقالات وكذا اذا بتقريها بتشعري كانك اليوم عم بتشعري انه هذا اللي انكتب هلا يعني انه كانه عرافين يعني بس طبعا مش عرافين، هن بيخططوا وبينفذوا. مش اللي نحن بالعالم العربي ما بنخطط كثير، نحن بتعرفي بنتعامل مع الصدمه، بتصير الشغله بننط قوموا يا عرب واجهوا وساووا وكذا، بينما العقل الغربي مش هيك. العقل الغربي بخطط، في يعطيكي امثله كثيره عن كيف يعني انظمه حتى في داخل بلادها لامور مثلا خططت ونفذت بعد 5 10 7 بس تصير الامور جاهزه للتنفيذ. فبالتاكيد يعني هذا اللي عم نشوفه اليوم ما لازم نستغربه، ما هو جزء من الخطه. انا بتذكر احدى المقالات بعد ما بيروح من بالي وقت قبل حرب العراق، بيقول المقال اذا رايت الفوضى لا تتعجب انها الخطه. If you see the chaos don't be surprised it's the plan. وبعد عند المقالة موجودة. فهو يعني انه لا انه بس هذا المخطط هل بنعتبر نحن انه هيدي القوة اللي فاتت على العراق، حلت الجيش حلت الشرطة كذا، انه هن غشم يعني اذا بدي افترض انه هن غشم مصيبة انه قدروا يحكموا يعني بمكان ما. فعمليا يعني للاسف الشديد يعني بده جهد يعني لنكافح هيدي الظواهر. هلا السؤال مش انه نتعجب ليش عم بتصير هالقصه، ليش في حدا عم بيحرض وليش في حدا السؤال طب شو بدنا نعمل اليوم؟ في مخطط موضوع وفي على حدودنا، وقد يجوز بداخل بلدنا بس على اكيد على حدودنا، في ارهاب موجود باعداد كبيره. يعني انا يعني اللي استمع لقائد الجيش وثائبت انه كنا بمناسبه وكنا على نفس الطاوله، واللي استمع للضباط اللي كانوا فوق ويمكن اللي مثلكم كنتوا شهود حاضرين على الارض، بيعرف انه كان شيء مش معقول. الموجات المهاجمين يعني عم يحكي لنا القائد انه كان في موقع متقدم في 25 عسكري وضابط، طلع منهم 3 عسكريين بالنهايه والضابط، 7 قتلوا والباقيين جرحوا، معهم سلاح، معهم مدفع 500 ومعهم بس انه بشكل جنوني يعني يجي موجه 20 اذا قتلوا يجي غيرهم بدون مصبت. توقف لحتى وصلت البغاوير والمجاوقه 83 يعني قدر العدد بانه شيء 2000 مقاتل فاتوا تماما. روايات الجنود هو يمكن هذا بيدفع لنا لتساؤل بضوء كثير في بيطلع حكي، ويمكن هالايام شوي حكي السيد حسن انه طيب دخلك اذا بعد كل اللي صار بالالمون وبالقصير وكذا ومجموعه التجأت للاوديه وللجبال عملت هالعمل، دخلك لو ما صار في تدخل بهذيك المنطقه شو كان صار؟ اليوم حضرتك من الاشخاص الذين يقولون الحمد لله دخل حزب الله بسوريا؟ ما هو اللي بدك تحلل تشوفي شو كان صار فعليا. يعني ما هو في مقوله انه لانه راح صار هالسبب صار هالشيء، بس انا بعتقد انه بلش الراي العام يشعر انه لا، في كان فعلا تهديد حقيقي. اليوم مثلا الوزير وليد جنبلاط
أنا بعتقد كان واضح بكلامه. بس أي واحد بفكر موضوعيا وبيشوف شو عم بيصير بيقول إيه صحيح، كان في إمكانية كثير كثير كبيرة. نحن بتعرف اللي بيعجبك دانسي، يمكن حكيتي بمقدمتك إنه بدنا نحكي عن العراق وغيره، لفتني مثلا تصريح من يومين إنه في قلق على مصالح اللبنانيين في كردستان لأنه داعش صارت قريبة من أربيل. مظبوط. قد 40-50 كيلومتر من أربيل. دخليك داعش قديش قريبة من بيروت؟ إيه؟ نعم. إذا خط نار قديش 60 كيلو؟ تقريباً. 65 ايه؟ كيلو؟ مش هذا بده يكون دافع لنا لنبلش نفكر إنه جدياً نحن إنه في خطر ماثل ولازم نعمل شيء؟ شو لازم نعمل؟ هلا أنا طبعاً بدي أثني على بعض الخطوات اللي اتخذت. بدي رحب بقرار مجلس الوزراء بالتطويع، لأنه موضوع التطويع ما بعرف تتذكري بمبادرة الرئيس بري ببداية شهر أيلول. نحن إذا بتتذكري كنت أنا أحد أعضاء اللجنة اللي قمنا بجولات وجولات على كل القيادات لنسوق هالمبادرة اللي هي دعوة للحوار. شو كان البند الأول بهذه المبادرة؟ تطويع 5000 جندي للجيش اللبناني. لأنه كنا عارفين أنه في مشكلة بالعديد. تعرف الجيش اللبناني مطلوب منه أن يكون لديه عديد معين في الجنوب لتطبيق 1701، وبيعرف اللبنانيين اليوم أنه عم يضطر يسحب منه ليأخذ على غير أماكن. فأنا برحب بهذا القرار، تقوية القوى الأمنية، برحب بالهبات اللي هي بالأساس هبة سعودية وهلأ عم يجي كمان من غير دول لدعم الجيش اللبناني هو القوى الأمنية اللبنانية. أنا بدعي كل اللبنانيين من كل الطوائف أنه ينخرطوا بالجيش في هالوقت. يعني أنا برأيي يعني اللي حكيه الوزير جنبلاط يمكن كان واضح أكثر شيء فيه، أنه الخطر نانسي هو خطر وجودي، مش خطر أنه يعني نحن للأسف الشديد بشعر مرات أنا أنه نحن بلبنان بيسموها بالإنجليزي state of denial، يعني بحالة إنكار دائم، أنه نحن ناكرين أنه يعني لما بنحكي عن العراق كأنه نحن ما عنا مشكلة. بس هناك في مشكلة كتير كبيرة، حرام أنه يعني لا نحن عنا مشكلة. بس عنا بلبنان يعني كردستان يعني ما عندهم 1.5 مليون سوري بقلب كردستان، ممكن يكون فيهم النواة. ليش أنت بتعرفي هدول 1.5 مليون شو كلهم بيفكروا؟ شو كلهم انتماءاتهم؟ شو كلهم ميولهم؟ أكيد لا. والإكزامبل أو المثل اللي صار بعرسال يعني بعده قدامنا، أنه خرج من المخيمات أعداد كبيرة من المسلحين. فإذا اليوم نحن بحاجة أنه مع الخطوات العملية بالنسبة لموضوع التطويع وزيادة العديد وتقوية العدة والتذخير والسلاح وكل هالشيء، ما نختلف أنه إجت هبة نبلش نحكي أنه لا هيدي الهبة أهلا وسهلا وشكرا للي منحها، منين ما إجينا دعم لازم ناخده، لأننا اليوم بخطر كتير كتير حقيقي. بس البعض يقول أنه إضافة إلى يعني إمكانية الجيش وجهود الجيش وتضحيات الجيش في عرسال، حين احتدت المعركة كان القرار الخارجي يعني قطع رأس الإرهاب ولو بتسوية كما جرى وخرج وعاد المسلحون إلى الجرود، أنه في قرار بلبنان. طب بالعراق بس لأنه ما كان في قرار ولا لأنه كان في ضعف من قبل السلطات العراقية؟ لا أنا بعتقد أصبح هناك قرار اليوم بالتصدي للإرهاب. من بعد شو؟ هو دائما بتصير القصة الشوك. هلا هو العراق موضوع تاني، هو بالعراق في أسئلة كتير. يعني مثلا بالتحليلات أو بالمقالات بتسمعي أنه داعش قوي لأنه صار لديها نفط. طب مين عم يشتري منها؟ مين عم بتبيعها؟ ما هو في سؤال يعني. طيب داعش عندها فتلة 1500 سيارة سوداء موديلات حديثة فور ويل درايف وكذا، طب كيف فاتوا؟ ما في أسئلة بتطرح بهالمجال هيدا. فهلا العراق قصة أكبر بكتير من لبنان. طب العراق شو بتعتبر اليوم؟ يعني أكبر بكتير من لبنان، بس شو هي هذه القصة؟ بعتقد إنه العراق هلا يعني بلشت ملامح تسوية ومعالجة. يعني كتير في إشارات، بعتقد اكتشفوا إنه بحاجة هني للتوحيد
الموقف السياسي بيناتهم، فقاموا بهالموضوع الحكومي. كل المجموعات اكتشفت انه لو وحده ما فيها، حتى في اشاره امبارح مثلا اذا بتتذكري باول يوم فاتت في داعش شو عملوا اول يوم يعني بالاقليم الكردي؟ طبوا على كركوك، دخلوا حقول النفط. في خبر امبارح او اول امبارح بيطلع انه الاكراد انسحبوا من حقول النفط بكركوك. طب ليه انسحبوا؟ لانه اكتشفوا انه هن لوحدهم ما فيهم يوقفوا، انه بالنهايه العراق الموحد اضمن لهم، وانه يعني انه هن كان لازم ينتبهوا انه اكلت يوم اكل الثور الابيض. انه هن فكروا انه لا داعش فاتت وما خاصه فيهم، وهلا هي بدها تفوت. خلص عم نعمل تقسيم، كل واحد بياخذ وانا باخذ دولي. بتتذكر الرياكشنز باول يعني ردات الفعل باول كم يوم؟ بالنهايه وين داعش؟ هلا حدود اربيل. يعني واليوم اكيد اربيل حاله فوضى كبيره، وقف الطيران يعني تقريبا ما في غير الشرق الاوسط، الميدل ايست عم بتروح على اربيل على المطار اليوم. كل الرحلات الثانيه الغيت، سحبت الموظفين الاجانب، الجاليات الاجنبيه. هل قد الخطر اليوم عنده؟ بتعتبر انه مجرد ان تصل داعش الى حدود منطقه او مدينه او محافظه يعني هي سوف تدخل اليها؟ هو المشكله انه بدك تشوفي مين المقاتلين. يعني كثير دول جيوشها تتكون من ناس فايتين ليعتاشوا، بينما داعش وهيدي الفرقة الإرهابية يعني فيها ناس فايتين ليستشهدوا، فبيبقوا عم بيسابقوا بعضهم انه لا انا بالاول، يعني انه كانه هو بده يستشهد قبل. كنت كيف مستعجل انه بتعرفي كل هالوعود يعني بالحوريات والوصفات اللي مع الحوريات والانهر واللي فيها عسل ولبن وخمر وكل شيء. فللاسف طبعا كل هالقصص هذه سممت عقول كثير شباب، وللاسف خلت يصير في رفض للاخر. بس نحن بلبنان، نرجع لموضوع لبنان، لبنان مع هالخطوات اللي عم بيقوم فيها بحاجه لوحده بالموقف السياسي. لبنان لازم يخرج من عمليه الشغور في موقع الرئاسي، لانه البلد ما بيجوز يضلوا بحاله هيدي انعدام وزن. مفروض انه يصير في فعلا تلاقي داخلي. نحن يمكن موقفنا ككتله التحرير والتنمية برئاسه الرئيس بري مد اليد والاستعداد للتعاون مع الجميع. بعتقد هالشيء دائما ثبتناه، ويمكن بجلسه بس بهذا الاطار عوده الرئيس سعد الحريري شو بتعتبروها؟ مجرد بنرحب فيها وعوده غير الترحيب بالتعاطي السياسي. هي طبعا ضروريه لشد ازر الاعتدال في طائفه السنيه، لانه هو طبعا بشكل رمز وضروري انه يكون في يعني هذا الرمز موجود على الارض وعم بيشارك بالحياه السياسيه اللبنانيه، مع الاحترام طبعا لكل الاخرين. بس يعني الاقطاب الاساسيين دائما بيقدروا يكونوا فعالين اكثر لما بيكونوا موجودين باتخاذ القرار على الارض. هل تعتبرون بانها عوده دائمه؟ يعني البعض قال انه كانها فقط يعني عوده من اجل الهبه ورجع غادر. هلا احنا فهمناه انه عوده دائمه، وانه هذا قريته انا طبعا ما شفته وما بعرف يعني شو المواقف اللي بده ياخذها، بس انه اللي فهمته من الاعلام ومن اللي حكي انه انا رجعت على طول، بس يمكن سافر بعض المرات. هو طبيعي يعني يمكن يروح ويجي وهذا، بس التواجد بشكل اكثر في لبنان والعمل السياسي ممارسه بشكل يومي والانضمام الى الاقطاب اللبنانيين الاخرين في البحث عن حلول للوضع اللبناني. نحن بحاجه لموقف يكون متماسك جدا بالسياسه، ممنوع الشغور بالمؤسسات، يجب ان يكون هناك مؤسسات فاعله. بس هذا كله ممنوع مش موجود. تعطيل ما هو هذا يعني ممنوع الشغور، بس الشغور قائم. ليش عم نلطم ليل النهار؟ ممنوع تعطيل المجلس النيابي التشريعي، ممنوع تعطيل الحكومه، يجب ان يملا الشغور في الرئاسه. لانه اذا مثل بقولوا يعني خلينا ما نوصل لوقت نندم انه ما عملنا كل هالشيء. الجيش على راسنا من فوق ونحن معه ونحن، بس هذا الجيش بده مين يوقف وراه بالسياسه
ومن خلال القوانين ومن خلال التشريع ومن خلال القرارات ومن خلال كل شيء، والجيش والقوى الأمنية، يعني طبعا كل القوى الأمنية، لأنه اليوم كل يعني كل مديرية وكل فرع وكل شيء عم بيقوم بواجبه، والكل إن شاء الله يقدروا يكفوا وبالعديد اللي حيجيبوها. بس اليوم بعودة الرئيس سعد الحريري، يعني حزب الله على قطيعة مع الرئيس سعد الحريري، حركة أمل، كيف هي العلاقة مع الرئيس سعد الحريري بعد عودته؟ الرئيس بري طبعا اجتمع فيه وعم أقول لك نحن الأربعة كنا يعني في لقاء الأربعة، وكان طبعا في عدد كبير من النواب، وكان في هذا، والرئيس بري واضح بهالموضوع أنه الإيد ممدودة ونحن منريد أنه نقص رأس الفتنة ونفتح بين بعضنا البعض وما يكون في يعني. بس اسمح لي، اسمح لي معالي الوزير أن ننتقل إلى خطاب البطريرك الراعي. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من عظة البطريرك الراعي، ونتابع معك معالي الوزير. كنا عم نحكي عن قديش ممكن يكون خطر داعش على العالم العربي، فعلا هو خطر عرضي أو أنه دائم؟ بهذا السياق سوف نواصل حديثنا، لكن اسمح لي مجددا أن ننتقل إلى زميلتي رونا حلبي وفقرة الصحف. صباح الخير رونا، تفضلي. صباح الخير نانسي، وصباح الخير لكل المشاهدين. الجولة على الصحف اليوم رح تبدأ من صحيفة الأخبار بالجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع السيد حسن نصر الله، الذي قال هناك خطر حقيقي وخشية حقيقية لدى دول وجهات كثيرة، لأن من مميزات تنظيم داعش قدرته على استقطاب كل أتباع الفكر القاعدي والفكر الوهابي، حيث يوجد أتباع للفكر التكفيري، توجد أرضية لداعش، وهذا موجود في الأردن والسعودية والكويت ودول الخليج. وإذا كان من دولة تعتقد بإمكان دعم هذا التنظيم وتوظيفه عندما تصل النوبة إليها، فلن ترحمها داعش. لكن هذا كله له علاقة بالمعطيات الميدانية والجغرافية، حتى الأتراك مشتبهون. في كل الأحوال، هل داعش نزلت بالباراشوت من السماء؟ المقاتلون جاءوا من كل أنحاء العالم، معروف من أي حدود دخلوا، ومن أعطاهم تسهيلات، ومن زودهم بالمال والسلاح والإمكانات. رأينا كان منذ البداية أن طابخ السم آكله. سئل هل تحب إلقاء الخطابات؟ قال لا أقدر أن أقول أني لا أحب أن أخطب. في الثمانينات كنت ألقي خطابا كل ليلة وأتنقل من حي السلم إلى الأوزاعي إلى بيروت إلى الشياح. نعم أحب أن أخطب، خصوصا أنه لدي شيء لأقوله. سئل عندما تكون في مرحلة إعداد لخطاب، هل تدرب نفسك ولو بشكل أولي على مساره، أم أن الأمر يأتي في سياق ارتجالي؟ قال بالنسبة لرفع الصوت أو خفضه فهذا أمر مقصود طبعا، الأمر يتعلق بطبيعة المناسبة وطبيعة الجمهور، فما يجب رفع الصوت فيه لا يمكن قوله بصوت منخفض، والعكس صحيح، فلكل مقام مقال وحال وصوت ورفعة إصبع. سئل هل تتقصدون رفعه؟ قال في الماضي كان الأمر طبيعيا، ولكن بعدما بدأ الآخرون يتحدثون عن هذه المسألة أصبحت أحسب الموضوع وأقرر متى أرفع إصبعي. سئل عبارتكم الشهيرة أشرف الناس وردت في ذلك اليوم، هل كانت مكتوبة؟ أجاب يومها لم تكن مكتوبة في النص، أحيانا يخطر الكثير من الأفكار في بال الشخص وهو يخطب، وهنا أهمية الخطاب بين الجمهور. وسئل هل اقتصار الخطاب على 20 دقيقة له علاقة بالوقت الذي يحتاج إليه الطيران الإسرائيلي لكي يصل إلى الأجواء؟ قال لا، القصد هو الاختصار ما أمكن، القول إنهم بحاجة إلى 15 دقيقة ليس دقيقا. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي صفحتها الأولى بعنوان داعش يوزع منشورات وسط لندن تدعو للهجرة إلى دولة الخلافة. بطريقة جديدة وفي قلب لندن، وزعت مئات المنشورات على المتسوقين والمشاة في شارع أكسفورد، أشهر وأقدم وأعرق شوارع العاصمة البريطانية، باسم تنظيم داعش تدعوهم لمغادرة بلادهم والهجرة فورا إلى دولة الخلافة الإسلامية. ووصفت المنشورات التي وزعت بالإنجليزية إعلان قيام الخلافة الإسلامية بأنه فجر عصر جديد بدأ بالفعل، داعية البريطانيين إلى الهجرة إلى هناك.
من جهته اعترف أنجم شودري المسؤول السابق لجماعة المهاجرون التي أسسها الداعية عمر بكري فستق قبل أن يرحل إلى لبنان بأن المنشورات وزعها أعضاء سابقون في المهاجرون. من جهة أخرى كشفت مواقع التواصل عن قاطع رؤوس جديد هو مصري الأصل من مواليد بريطانيا وهو عبد المجيد عبد الباري 23 سنة نجل القيادي عادل عبد المجيد عبد الباري المتهم في تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 98. نشأ عبد المجيد في لندن وتعلم في مدارسها قبل أن ينتقل إلى أفكار التطرف وحذر على تويتر في حزيران الماضي إن الصراع سينتقل إلى الغرب والأسود قادمون إليكم أيها الكفار. وقبل أن يغادر لندن كان قاطع الرؤوس مغنيا لأشرطة موسيقى الراب. ومن صحيفة الشرق الأوسط ننتقل إلى صحيفة السفير وما كتبته ملاك عقيل بعنوان الجنرالان في زمن الرئاسة من يتنازل لمن؟ ميشيل عون مرشح ضمني وثابت لرئاسة الجمهورية، جان قهوجي قائد الجيش أحد أبرز الأسماء المطروحة لدخول قصر بعبدة، ويعكس الفتور غير المسبوق بين الجنرالين حجم الخلاف الصامت على خط الرابي اليرزي. وإن كان المقربون من قهوجي يتساءلون لا نعلم فعلا ما مشكلة عون مع القائد الذي اتهم سابقا بعونيته الزائدة. عودة الرئيس سعد الحريري زادت المشهد غموضا عند المفاضلة من يختار الشيخ؟ لم يكن الأمر بحاجة إلى عرسال وشهدائها كي ترتفع المتاريس أكثر فأكثر بين قائد الجيش السابق والحالي. السباق الرئاسي بينهما محتدم أصلاً، والمطرقة الإقليمية الدولية هي وحدها الكفيلة بحسمه. من جس نبض النائب وليد جنبلاط حول إمكانية وصول قهوجي إلى الرئاسة لاحظ عند البيك شيئا من الليونة، وإن في الظاهر يبدو متمسكا بمرشحه أنري حلو. حزب الله متمسك بترشيح عون حتى إعلان الأخير العكس، تيار المستقبل يرتاح لقهوجي، كذلك الرئيس نبيه بري ومسيحيو الطرفين ضد تعديل الدستور. بمطلق الأحوال الكلمة الأخيرة ليست لأفريقا الداخل. وإلى صحيفة الحياة، قالت مصادر مطلعة للصحيفة أن هناك قرارا رسميا لبنانيا بمواصلة الاتصالات من أجل الإفراج عن العسكريين الرهائن لدى الإرهابيين في جرود عرسال، لكن بأسلوب متكتم حرصا على سلامة العسكريين ولأنه لا يجوز التفاوض عبر الإعلام. وعلم أن جهات لبنانية فتحت خطا للتفاوض مع جبهة النصرة التي تحتجز عددا من العسكريين من خارج الوساطة التي تقوم بها هيئة العلماء المسلمين. وإلى صحيفة النهار، علم أن رئيس الحكومة تمام سلام طرح موضوع الهبة العينية المقدمة من السعودية بما يعادل مبلغ مليار دولار أمريكي لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وطلب موافقة المجلس عليها. وعلم أيضا أن نصف قيمة الهبة ستعطى للجيش والنصف الآخر سيعطى للقوى الأمنية، على أن تكون الحصة الأبرز لقوى الأمن الداخلي ثم الأمن العام ثم أمن الدولة، كما ذهبت بعض المساعدات إلى أجهزة وزارة العدل المكلفة مكافحة الإرهاب. وأخيرا من صحيفة الجمهورية هذا الكاريكاتير، عيد انتقال السيدة العذراء يا عذراء شد القدرة على مواجهة الإرهاب في لبنان. لهون بنوصل لختام جولتنا على الصحف، طبعا انعاد على الجميع بهيدي المناسبه. عوده لنانسي وضيفه. شكرا رونا، لكن قبل ما ننتقل الى فاصل الاعلان لابد من الاشاره بانه بحسب زميله منى صليبه فان الرئيس سعد الحريري لم يلتقي الوزير جبران باسيل في جده، وهذا ما نقلته عنها عدد من الوسائل الاعلاميه. فبحسب مصادرها هو لم يلتقي الوزير جبران باسيل. سوف ندخل إلى كل المحاور المحلية، لكن اسمح لي مجددا أن نذهب إلى مشاهدينا. برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر مع الوزير بموضوع الانتخابات الرئاسية. يعني كان في خبر ويبدو بأنه صحيح أنه لم يلتقي الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل. كنت عم تحكي حضرتك أنه أنتم سياسة اليد الممدودة تعتمدونها، لكن هل أنت اليوم الرئيس نبيه بري هو بوارد أي مبادرة في موضوع الاستحقاق الرئاسي؟ لا، بعتقد يعني الرئيس بري جرب وكذا ودائما، وطبعا بس تغيرت المعطيات اليوم بعودة الحريري. بعرف أكيد باللقاء بيكونوا حكيوا وحكيوا عن ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل أي شيء والأولوية للانتخابات الرئاسية. هذه خطوط يعني خطوط عريضة،
ولكن يعني عمليا اذا ما بيصير في بالحقيقه خرق بين الكتل الكبرى يعني كان عم ينعمل عن على هالشيء سابقا وبدي لازم يرجع. اذا ما بيصير في حوار بين التيار الوطني الحر والمستقبل بشكل اساسي حتى يصير في خرق بهالموضوع هيدا بعد الامور يعني مش حاضره ليصير في انتخابات رئاسيه. بس على كل حال بدي اقول انه بنهايه المطاف يعني قد نشهد في الاسابيع القادمه هيك حراك بهالاتجاه هيدا يعني انعكاسا لشو لتسويه العراق. يعني بتصور انا في يعني مثل ما بقولوا بالانجليزي في بروسس بالمنطقه بلشت مسار يعني مسار في مسار بتصور هيك يعني بتصور انه هذا المسار بده يخلي المنطقه تكون مستعده لتواجه هذا الارهاب اللي هلا صار يعني كان بالاول هيك ماخذ بتورا بورا بافغانستان صار هلا موجود بقلب العالم العربي بقلب العراق بقلب سوريا على حدود لبنان على حدود السعوديه على حدود الاردن ويهدد بالتوسع ولديه امكانيات وعم بنمي عديد وعم بدرب فهذا بده جهوزيه كثير كبيره وبده توحيد مواقف بين المكونات تبع كل الدول الموجوده في بهالمواجهه هيدي. فبتصور انه هذا يعني الشيء بيستدعي انه يكون في توجه. ومثل ما بتعرفي ناسي مثل ما شفتي هلا يعني بالعراق يعني قبل كان في جمود والرئيس المالكي ما بيقبل يتخلى وهيدا فجاه بظرف 24 ساعه تشقلبت الدنيا وما في حدا ما ايد وشوي ثاني يعني انه انت دخلك البرلمان العربي قديش صار لك مش سامعه فيه طلع بيان تأييد فعلا فما في حدا ما ايد شوي ثاني المخاتير حتأيد والدنيا كلها فبس يصير في يعني نوع من قوه دفع يعني بهالاتجاه بتصور انه هل يراهن الرئيس بري على قوة الدفع هذه؟ لان يعني البعض يقول انه التمديد واقع ومش يعني انه ممكن يصير واقع فقط الرئيس بري يقول لا تمديد ولا اناور. مش قصة الرئيس بري عم بيقول يعني اول شيء قال الكرة في ملعب الحكومة. ثاني شغلة انه موضوع التمديد طب ما جربنا التمديد سنه وخمسة اشهر هذا اللي عم نقوله. طب شو كانت النتيجه؟ ماشي لا عملنا قانون انتخاب ولا بنجتمع ومعطلين المجلس وكل شوي بنلاقي حجه حتى ما نشرع وكانه يعني انه اي شخص بالسلطه يعني السلطه التنفيذيه انه رئيس الحكومه قادر يعطل السلطه التشريعيه بمجرد انه قدم استقالته بتعطل السلطه التشريعيه. كيف الحكي هذا؟ يعني ما في محل بالعالم ممكن هالشيء يكون صحيح. واليوم طيب اوكي نحن نحترم موقع الرئاسي ومعه ومع انتخاب رئيس وعم نقوم بواجباتنا وعم ننزل على الجلسه وعم ندعي لربنا انه يصير في خرق بموضوع الرئاسي وبين الكتل وكل هالشيء هذا. بس انه بالامور الملحه طيب اوكي ستي بدنا نقتنع انه لا مش بزنس از يوجوال يعني مش انه الحقيقه تسير الحياه التشريعيه وكانه ما في شيء وهذا. بس لما بيكون في امور ملحه وضروريه يعني انه بتؤدي لمشكل كبير بالدوله مثل اليوم في مصير طلاب اساتذه في ادارات موظفين عسكريين في ماليه الدوله كلهم يعني ماليه الدوله اليوم مثلا نحن الدوله بحاجه ماسه الى تشريع لاصدار يورو بوند. هذا ما بينعمل له لا سلفه ولا بنعمل له شيء. ليش؟ لانه ما حدا مستعد يشتري يورو بوند غير شرعي. يعني ما في وزير الماليه يقول طيب انا اوكي حاخذ قرار من عندي بلا تغطيه الدوله، ما حدا بدينك هيك. بده يكون في قانون يسمح بهالشيء. طيب اليوم البلد بحاجه لقانون بهالاتجاه هيدا. اوكي ومسؤوليه الانتخابات الرئاسي ضايعه. طيب شو بنعمل؟ انه لا تفلس الدوله وما بدنا نعمل قانون؟ مثلا موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين وكل غير السلسله يعني بعد ما عم بوصل لموضوع السلسله هذا الموضوع. طيب ما هذا بده تغطيه قانونيه. لا كمان ما بنجتمع. موضوع يعني سحب كره النار المرميه بالشارع بالنسبه للسلسله يا ستي خلينا نجتمع. يعني اليوم مثلا قال شو الخلاف؟ حصرنا الخلاف انه لا في لازم نحط 1%
على وفي ناس بيقولوا لا خصموا 10% من الهيدا، وفيها وفي منطق ليش عم نقول هيك. يعني نحن ليش عم نقول انه ما بنحط 1% بنخصم من السلسله؟ لانه خوفنا انه زياده الفي اي تي ولو 1% تؤدي لبلبله بالاسعار. كلنا بنعرف قديش نحن يعني السوق شاطر، قديش السوق شاطر وغياب للرقابه. منخاف انه هذه 1% تصير 5% وتصير كذا، انه ايه زادوا، بتعرفي كيف بتصير البلبله. اذا بنقدر نتفاداها بيكون افضل. فعمليا عم نقول يا اخي طيب ديمقراطيه شو بتقول؟ ناس الديمقراطيه بتقول انت عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، شو بنعمل؟ بنروح على الهيئه العامه، انت بتطرح وجهه نظرك وبتدافع عنها، وانا بطرح وجهه نظري وبدافع عنها، والهيئه العامه شو بتعمل؟ بتصوت. اللي بياخذ أكتري بيصير قانون، مش هيك؟ طب انه لا ما بنحضر، بنعطل التشريع وبنسكر الباب وناخذ المفتاح وبنروح نقعد طب بعدين وبعدين؟ طب انه وين عم ندفع البلد؟ ما في مصالح الناس. طب اليوم غير تعطيل الدور التشريعي، غير تعطيل الدور التشريعي، دور الرقابه للمجلس النيابي. طب بهالازمات كلها اللي هلا عم نعيشها، من ازمه الكهرباء ومش قصه المياومين، من ازمه الكهرباء، الكهرباء والمي و و وكل هالشيء. طب المجلس النيابي ما بده يسائل الناس؟ ما بده يسائل المسؤولين انه طب هيدا الشعب؟ بتعرفي انا نائب وانا بمثل منطقه جنوب، وطبعا نائب لكل لبنان، بس انه اليوم في تعطيل لكل المعامل او بعرف انه المشكله معظم هي معظم المعامل هي هي, هي المشكله بكل لبنان. طب المواطنين اليوم انه هل بيجوا بيناقشوني بموضوع انه جنس الملائكه، ولا بيناقشوني بالكهرباء وبالمي والتليفونات كلها والتواصل الاجتماعي بيجيكي واتسابات وكذا، خافوا الله وحرام عليكم تعملوا فينا هيك وعشو انتخبناكم النواب وهيدا. طب ما الناس همها يومي، ما الناس همها كيف اليوم. بتعرفي منطقة النبطية بتجينا الكهرباء بالساعات القليلة اللي بتجي بقوة 160-170. ليش بتجي هيك؟ لأنه في ترانس خربان بالزهراني وصاروا هلا أشهر خربان، ما عم نعرف ساعة من الوعد، ساعة قال في شركة ماليزية بتعمل مينتنانس بدها تصلحه، بترفض تصلحه، الكهرباء ما بتصلحه، بعد ألف جهد اتفقوا انه اوكي بيصلحوا، اخذوا ليصلحوا، بعد ما رجع ما في، يعني انه بنهاية المطاف ما في مسؤولية. طب ما في ناس محروق سلافة، في ناس بحاجة لانه ادوات الكهرباء عندها عم تنتزع، عم تخرب، بحاجة لتطلع مي. تعطيل الكهرباء شو بيؤدي؟ بيؤدي لانقطاع المياه. طيب عال الانهر جفت يا ستي عال، بس في ابار، الابار ما بتدور بدون كهرباء كافيه، في ابار حفرتها مؤسسه مياه الجنوب كذا بير ما بيعطون اشتراك كهرباء. طب انه عال عينا ما حدا بيرد، ما عم بدك تحكي مقدمي خدمات ومؤسسه وكذا، ما ضاعت، بتعرف الطاسه اللي بتضيع، ضاعت الطاسه. شو عملوا فرق؟ بس سؤال اليوم بما ان حضرتك ما فهمنا لحد اليوم نحن شو فرق، شو عملت فرق شركات مقدمي الخدمات بحياتنا كمواطنين؟ ما بنعرف شو مسؤولياتهم، شو بيشتغلوا، بيصلحوا اني ولا ما بيصلحوا؟ انكب ترانس بالنبطيه بقي كذا شهر مكبوب على الطريق، قال بعد ما في مين يصلحوا ولا يجي مين يركبوا ولا يجي مين يعني عم بحكيكي وقائع، لانه معظم وقتنا بنقضيه بالمراجعات والناس ما بتصدق كيف ما بتعملوا شيء. انتوا نواب، طب ما انا رح اسالك كيف ما بتعملوا شيء، شو فينا نعمل؟ طيب عال ما بتلفني لمدير مؤسسه الكهرباء وبقول لك اوكي حشوف، وهيدا بقول لك ايه، وهيدا في مصاري، وهيدا يعني بس انه حالي اللي بيقهر، واللي انا كمواطن قبل ما اكون نايب بيقهرني انه انا واولادي عم نتحمل دين مليارين دولار بالسنه وما عندنا كهرباء. لك ما عم ناخذ الخدمه، يعني انه بناخذ 7-8 ساعات 6 ساعات بقوه 160-170 وبندفع مليارين دولار بالسنه كشعب لبناني. طب شو هالظلم هيدا؟ وقطعت الكهرباء بتقطع المي وما في يعني بالنهايه، يعني هيدا يعني تردي مش معقول. فبرجع لانه طب دور المجلس النيابي الرقابي انه خي يجيبهم للمسؤولين ويحقق معهم، ياخذ قرارات بخصوصهم. طب لما نعطل السلطه التشريعيه وبتفقد السلطه احترامها، لانه كل الوقت يعني معطله. هلا اللي عم بيحكيه الرئيس بري انه يا هذا الذي يقوله الرئيس بري هو ضغط بس، ولا انه يا عمي اذا هيك ما كنت غايبوا المجلس النيابي لشو تمددوا له؟ بس لشو تمددوا له بتترجم اذا قاطعت كتله التنميه والتحرير حزب الله
التيار الوطني الحر بحكم الحال اساسا هو مقاطع لهذا الموضوع ما بيصير في تنديد. صحيح. هيك بيترجم. صحيح. اليوم الكل يقول انه ما قاله الرئيس بري لابد ان ينفذ على ارض الواقع. صحيح. نحن ما نحن لحد هلا موقفنا مش واقفين مع التمديد. مش واقفين يعني. يعني نحن مش موافقين يعني على التمديد لحد لدرجة هلأ. ما حنصوت معه. ما حتصوتوا وما حتحضروا ولا حتأمنوا نصاب؟ وما حنحضروا. يعني لا ناخذ انا مش انا بدي اعطي الموقف بس هيدا الاتجاه يعني اليوم ما بدي اتسرع واقول شو حنعمل لانه بالنهايه هذا موقف يعني بس يتحدد الاتجاه باي اتجاه الامور بتجتمع كتلة التحرير والتنميه بس اليوم موقفكم هيك بتلاقي نحن موقفنا اليوم انه ما شايفين في جدوى من تمديد مجلس فقد فعاليته وفقد دوره فقدنا دوره شو بيشتغل طيب المجلس شو بنصير نزلي شي يوم على المجلس تفرجي شو في تحت عم ننزل قاعات خاوية وغرف يعني حرام فعمليا لا خلينا نتفق على خارطة الطريق برجع بقول انه موضوع الانتخابات واجراءها او عدم اجراءها والاضطرار للتمديد للمجلس هذه الكرة بملعب مين بملعب الحكومة اليوم وزير الداخلية وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مش هيك عام هذا المصاري كفي إذا الحكومة وصلت لمكان قالت أنا مش قادرة أجري انتخابات بس أطلع بدها تطلع عن الحكومة قرار بهال مزبوط. إنه أنا مش قادرة أعمل انتخابات ساعتها يعني هذا بيكون أمر آخر بس شو يعني بس أمر آخر ما هذا اللي صار مع الحكومة الماضية وقالت وتحول الموضوع إلى تنديد للمجلس النيابي يعني نحن ناطرين بس الحكومة تقول أنا مش قادرة ليقول المجلس تفل نمدد لأنفسنا لا هلا إذا مش قادرة أو إذا في أحداث أمنية عم تجري صار موضوع اخر يعني انه بالنهايه بس بالعراق في احداث امنيه عم تجري وعم شو صار بالانتخابات وشو صار بالانتخابات ايه بس صار في لا نتيجتها شو صار بنتيجتها ليش نحن شو حيصير اللي طلع الاول بالانتخابات اللي جاب اكبر كتله هي امبارح بالليل اعتذر لانه ما كانوا يجيبوا رئيس حكومي لا يعني بالنهايه بالعراق وقت اللي جرت الانتخابات ما كان الوضع مثل هلا يعني يمكن هلا بس نحن اليوم هلا بوضع داعش بالموصل وكذا بيعملوا انتخابات بيعملوا تسويات لا بس نحن عبرنا فيها ليه ما بنعمل تسويات يعني وضع عرسال يشبه كان بدايات الموصل لا ما هي عرسال ما فاتوا عليها المسلحين يعني بدايات الحمد لله انه الجيش اللبناني استطاع بوسائل متعدده عسكريه وسياسيه ان يخرجهم من عرسال هلا بالعراق بدهم يعملوا يمكن معارك ويعملوا اللي بيقدروا عليه ليظهروا من الموصل بس مك يعني عرسال مش كبيره قد الموصل حتى نكون يعني اكيد جغرافيا حتى نكون يعني فير مثل ما بيقولوا بس عمليا يعني لبنان اليوم بين يوم ويوم تتغير الظروف يعني بتعرف انت بلشت عرسال انتوا بعدكم ككتله مراهنين على التسويه تسويه شو؟ التسويه الخارجيه اللي سوف مش انه اقله تنقذ ما تبقى يعني من نحن مش انه مراهنين على التسويه نحن يعني شايفين انه الامور ما بتتساوى الا من خلال لقاء الفرقاء ما بتتساوى بالمواجهه يعني اذا بدنا نواجه بعض بالسياسه وبالانقسام وبالهيدا حندهور البلد فاي التسويه بين بعضنا البعض نحن بنؤمن انه ايه لازم يصير في تسويه لبنانيه بين الفرقاء اللبنانيين لحفظ بلدهم ولاجل مصلحه الشعب اللبناني واجل مصلحه لبنان هل هذه اما انه بالصدام وبالمواجهه شو بتعملي نانسي بتخرب البلد هل هذه التسويه هي عوده الحوار الوطني بعد فاصل اعلاني اخير مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر مع الوزير في حوضة للحوار الوطني عم نحكى عن إعادة إحياء هذه الطاولة بزخم بأقطاب فعلا تكون طاولة لإجراء الانتخابات على أن تكون شبيهة بتسوية الدوحة لكن بصيغة أقله اليوم أو بمكان أقله لبناني يكون الموقع هلا حنرجع للحوار ما في اقول لك 100% اكيد بس بقول لك 100% ضروري والرئيس بري سعى من سنه يعني كانه امبارح ببدايه ايلول بعد ذكرى تغييب الامام الصدر اذا مذكر وقت المبادره شو كانت المبادره هي العوده لطاوله الحوار ووضع جدول اعمال لهيدي الطاوله هلا في بعض البنود انتفذت يعني موضوع التطويع للجيش تنفذ
بس هي بالضروره يعني بس اليوم يعني الحوار والانشاء الانتخابات الرئاسيه والنيابيه يعني الحوار اساسه اجراء انتخابات رئاسيه ونيابيه ولا هلا القرارات طاوله الحوار ملك اللي بده يتحاوروا يعني مش انا بدي اقول شو بدهم يتحاوروا وشو جدول اعمالهم بس انا بقول انه ضروري الحوار وضروري اللقاء وضروري ان يعني نوع من يعني ما برجع بقول لك بدنا نظهر من حالة الإنكار اللي عايشين فيها ونعترف إنه عنا كم هائل من المشاكل بتبلش بالإرهاب على حدود لبنان واليوم عرسال من بكرة ما بنعرف وين لأنه خلينا نكون صريحين يعني في كتير نقاط ممكن يصير فيها مثل ما صار بعرسال مع وكمان بالداخل في نقاط ضعف ما بنعرف وين ففي مسؤولية كتير كبيرة على اللبنانيين بهالوقت إذا بدهم يحافظوا على بلدهم وبدهم يحموه أنه يلتقوا وأنه نخرج من هالحالة أنه نحن ما بدنا شيء لا نحن اليوم يعني المريض أول شيء بده يعترف بمرضه وبعدين بيعالج المرض فأول شيء ما نعترف أنه نحن عندنا مشكلة عندنا مشكلة إرهاب وما نقعد نطلع بغيرنا ونقول حايدي عن ظهرنا بسيطة لا إذا داعش بعيدة عن أربيل 50 كيلو أربيل الطيران الأمريكي كله بخدمتها مثل ما شفت اليوم انه ما تحركوا الامريكان بالطيران وبالذخيره وبالدنيا الا حين وصلت الا لما لأربيل. قربت على اربيل نحن ما عندنا طيار امريكاني يحمينا فعمليا مش بعاد عن بيروت داعش من هون لعرسال خط نار 60 70 كيلومتر فموجودين على حدودنا واحد اثنين عندنا مشاكل اقتصاديه عندنا مشاكل ماليه عندنا مشاكل اجتماعيه عندنا كرة نار مرمية بالشارع انه نحن اداراتنا ما عم يشتغلوا يوم يومين بالاسبوع مقضربين مدارسنا مسكرة تبع مزبوط حتى كل بدي اسال سؤال بكره طلعنا الافادات وما عملنا شيء بالنسبه للسلسله كيف نفتح المدارس بكره في جاي الموسم السنه الدراسيه شو بيعملوا الاساتذه يعني عم نهرب من الشغله ونأجلها وهي بالنهاية استحقاق بده يصير حضرتك مع أعطاء إفادات بالأمس الحكومة عطت فوضت مجددا أنا مع أعطاء الإفادات مش كرمال أنه نقهر المعلمين كرمال ننقذ الطلاب لأنه الطلاب في عندهم استحقاق جامعي مضطرين هلأ يبلشوا يروحوا يسجلوا جامعات بالخارج هم بتبلش بعد جمعتين هذه السلطة السياسية اللي بدها همها تنقذ الطلاب ليش تذهب دائما إلى ضرب إما الموظفين إما القطاع التعليمي إما يعني ليش عم تضربوا بهذا الموضوع وتحسسوا العالم إنه نحن بحرب لدرجة ناخد إفادات بدل ما تروحوا وتكروا السلسلة أيا تكون مجزأة مشوهة بس كروا يا السلسلة يا ناس عم تحكي بعنا نحن ما نحن لا شوف صرنا ساعة بحكيكي ما بيجوز تعطيل السلطة التشريعية خلينا نروح على المجلس ويا ستي كل واحد يطرح اللي برأيه وبنصوت عليهم بدهم يقسطوا بنصوت إذا قسطنا بس على الأقل نخلص من هالموضوع نحن مذكرة يوم الجلسة لما رفعت الجلسة مذكرة رئيس بري شو كانت كلمته؟ إنه قال هذا يوم أسود مذكرة؟ ففعلا اليوم هينا عم نعيش صرنا هلا أشهر عم نعيش بالفعل وقت صعب يعني نحن رامين كل هالعالم بالشارع بيركضوا لهون وبيروحوا لهون بس هيدي الإفادات سؤال لأنه الناس عم تسأل ما بتستقيم الأمور إلا بالعودة إلى المسار الديمقراطي الحقيقي طيب بس بكرة ما في أنا كل ما شغلة تعجبني بقول بطلت وبروح بقعد برا ما بدي فوت يا سيدي هلا أنت فوت إذا أنت أكترية صوت على اللي أنت طارحه لنفترض هني معهم أكترية يزيدوا 1% بالفئتي طيب اجتمعوا خلينا نصوت طيب بس بكرة الأرجح ترجح أنه رايحين على الإفادات صاروا الطلاب ما إذا ما في حل أكيد اليوم عطلي شو حيصير من اليوم لبكرة ما حيصير شيء أكيد طيب بهيدي الإفادات اللي بده يفوت على دورة ضباط شو بده يعمل يعني اليوم كل العالم عم تسأل ذات الأسئلة اللي بدهم فوتوا دورات ضباط اللي بحاجة لعلامات معينة كيف بدهم ياخذوها بيتساوى اللي درس مع اللي مش درس لا ما في العلامات المدرسيه اولا هلا هي هيدي بس ما هني ما بيعتمدوا على العلامات المدرسيه بيعتمدوا على علامات الشهاده الرسميه هذا بسموه اكره ابغض الحلال بس ما فيه يعني شيء حلال هذا حرام هيدا بحق هيدا الطلاب يعني هذا حل يمكن يساعد الطلاب بس بشع جدا بس بالواقع اللي نحن موجودين فيه اليوم طب انه شو فيك تعملي يعني انه
وصلنا لمحل تقصير. شو بدك احكي عن القصه كلها؟ احنا معك، انا عم نحن عم يعني ليلا نهارا عم نقول يا عمي ما بيجوز تعطلوا البلد، ما بيجوز. هيدي وحده من المشاكل. امبارح معلش بدي خبرك شيء ثاني، قديش عندنا مشاكل مي ومشاكل بيئه ومشاكل كهرباء. طب في كم من القوانين امبارح بلجنه المال مثلا ومن قبل وهيك بيجي مجلس الماء والاعمار بعث لي لائحه بيقول لي هيدول القوانين اذا ما اقريتوهم حينلغى التمويل. يعني مثلا مشاريع للبيئه، مشاريع للمياه مثلا، مياه زحله، في يعني بكل مياه جعيطة اللي بتسقي بي، يعني كل هالامور هيدي، كل هيدي القوانين اذا لم تقر في المجلس النيابي المقرضين من حيلغوهم. يعني رئيس الحكومه الرئيس تمام سلام كاتب مترجي الصندوق الكويتي وكاتب لهون وكذا، اعطونا مهله بعد، اعطونا شويه وقت، يلا حيجتمع المجلس النيابي. طب هيدي كلها امور حياتيه ضروريه ما بنقدر انه بضمن الانشقاق الموجود بالبلد والصراع السياسي القائم نضلنا متمسكين انه لا ما بنفوت على الجلسه. طب شو بتعمل بالناس؟ طيب بهيك حال يعني من بعد حضرتك الكلام اللي قلته كله اكيد ما مفروض يكون حدا له عين يمدد. صحيح. يعني السؤال كيف كان، يعني كيف قدم الوزير نقوله فتوش هيك اقتراح؟ لا الوزير نقوله فتوش باي منطق يعني؟ الوزير نقوله فتوش عامل برزنتيشن. البعض يقول انه ما بيشوفوا للوزير فتوش بالمجلس النواب الا لما يكون حامل اقتراح تمديد يا جاي على جلسه التمديد. لا لكن الوزير فتوش انا يعني معلش انه صديقي وانا وياك كنا زملاء في الحكومات في عده حكومات ماضيه، بقدر اقول لك من اهم المشرعين. وانا بتذكر انه بالحكومات اللي كنا سوا كان هو من الوزراء القلائل جدا اللي ما يناقش بس ببنود وزارته، كان يناقش ببنود جدول الاعمال كلها. هو دائما حاضر، بس حاضر لشو؟ للتمديد اليوم عم لا دائما يعني. حاضر في الجلسات التشريعيه للنقاش ودائما يعني بيعطي اراء تشريعيه جيده. هلا بموضوع الاقتراح القانون اللي قدمه انا بعتقد انه هو مقتنع فيه. يعني بالنهايه ما كل انسان عنده قناعه، هو مقتنع انه الظروف ومقدم تستوجب التمديد، مقدم كثير يعني ما بعرف اذا قريتيه للاقتراح، مقدم كثير حجج قانونيه وكذا وكذا، بس بالنهايه هو قدم اقتراح. اليوم في اقتراح احد الاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعته انه فمش مشكله يمددوا سنتين وسبعه اشهر بالشرط انه تحطوا بالاقتراح على انه ممنوع يتقاضى النواب لا مخصصاتهم ولا رواتبهم وتحول الى حساب السلسله، فهيك بصير في امكانيه لسد العجز. انا من جهتي بقبل وبحولهم للجيش. نحن لهون نوصل لنهايه لقائنا. عضو كتله التنميه والتحرير النائب ياسين جابر، شكرا جزيلا لك على السره فيك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، ونحن سنتابع واياكم قداس على نيه شهداء الجيش في عيد انتقال السيده العذراء. فمجددا الى ديمان.